هذا في مكان مو لهناك لحد الحين، بس بعدين بصير عندنا بيوت تفتح النفس. هذا سلايم، هذا ما يطلع الا في المستنقع. المستنقع بس ودي ادور. خلني اول شي اسجل احداثيات البيت. بس عشان لو بغينا نرجع اعرف المكان وين يكون. والله لو يعطيني رفسة بس ده. تمام، فطر احمر واجب. في خرفان. أيها الخروف، أين ذهبت؟ يا جماعة أبغى خروف. شو هذا أنواع الجلتشات؟ الله يصبرنا. بس ما في خرفان، ما في شيء. وش الموضوع؟ فطر احمر. نفس المكان اللي خشيته. هاي واحدة من الأشجار اللي زرعتها طلعت. يا إلهي، ما في خرفان، ما في شيء. إن شاء الله ألاقي هنا خرفان. كل مكان أبقار بس خرفان. لما أحصل اللي أبغاه من الخرفان بتشوفوهم في كل مكان، صدقوني. ثلاثة.
اخذنا اللي اخذ اللي نبغاه من الخرفان اخذناه، بس الصوف اساس بعدين نقدر ننام. خليني اقتل كم بقرة. آخر المكان معبى عندي يا لهوي، شو هذا المكان؟ الحين ارجع، اهم شي السبونر ما ضيع، سبونر موجود فوق هنا. اسمع هذه سلايم الغبي، معليش لو سمعت اصوات المايك اللي استخدمه طلع اصوات. هذه واحدة زرعتها طلعت الحين. ما اتوقع مهم البيت فوين تركته لانه ما في شيء ديك الأهمية، يعني خلنا نسوي لنا بيت سريع. اتوقع كذا كفاية مساحته. بيت مرتب كذا، وانا خلي الباب هنا. two mistakes ثلاث أغلاط فادحة. أوتش. حط الأغراض. كويس إن لقينا سبونر، يعني سبونر مرة تمام إن لقيناه من البداية. عشر لحمة مرة تمام، نحطها كذا ثنتين يكفوا بالضبط، ونحط سادل، نحط هذا الشيء. ويت، لا هذا لي، نحط هذه الحبات هنا، نحط هذا هنا ثنتين. بس كمل تقطيع اشجار. اوه نسيت شي، نسوي شي قبل كل شي في هذه الطريقة. الباب اهم شي، نحط الباب.
راكب لي مود في اللعبة، مود عبارة عن ماب صغير بيسهل علي اللعبة، بس نحارس شوي بعد الحلقة يعني. بهوي المكان حوالي البيت عشان لا يطلع لي وحش غبي هنا، ما له أمه داعي. اوكي الحين جا الليل، اقول لكم ليش احتجت الصوف. نحط ثلاثة بهذا الشكل، نحط من فوقها ثلاثة. السرير مكون من ايش؟ من خشب ومن صوف او قطن، نحطه وخلاص. اوف طلع النهار بكل سهولة، ما يحتاج حارس طول الليل. خلني اقتل هذا بس الملعون. شوف الشيء، الكرات الخضر هذه اللي قاعدة تجي لي هذه اكسبيرينس، يعني نقاط خبرة. نقاط الخبرة بعدين نحتاجها، تطوير اسلحة و مو تطوير اسلحة، يعني تطوير مثلا فاس، تطور فاس، تطور سيف، حاجات بسيطة يعني ما هي بذيك التعقيد. طيب بتجي ولا؟ انا مستغرب. اختفت هذيك من التفاحة، تفاحة العنيدة. والله المكان تمام التمام هنا. بعدين لو احتاجنا بنحتاج البركان في شيء، الحمى ما ادري بنحتاجها في شيء، فبدل ما ننزل تحت الارض شيء كويس انها موجودة الحين. Where is my house؟ واو وش جابني هنا؟ ازرع بدل اللي كسرناهم. الحين يبغالي ادور المويه، خلنا ناخذ الشي سلايم بول نحطه هنا. ثلاث حبات. الحين نقدر نكسر في ذي الحاجات، تعرف ليش الحين طلع عندنا السيدز. السيدز هذي حبوب حق نزرعها. غير ليش احسها تطلع اسرع هذا الشيء ولا no problem. ممكن تكون لعبة معقدة من البداية يعني، بس ما عليكم تراب يعني، بعدين بتصير في قمة سهولة. ثاني شي في موقع في الديسكريبشن بتشوفوه، ماينكرافت ويكي، هذه موسوعة الصناعة حق ماينكرافت. لان بغيت تصنع شي في كرافتنج تيبل تخش الموقع و